إذا تابعنا اليوم ثاني حصة إعدادية للمنتخب الوطني المغربي من بعد العودة ديالو من المباراة الإعدادية اللي خاضها في الشارقة أمام منتخب جورجيا. فوز كان مهم معنويا بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. كنعرفوا اليوم أن الإعداد البدني أو الإعداد التقني بالنسبة للعناصر الوطنية قد انتهى وقته. الآن الإعداد اللي كاين هو على الجانب الذهني وعلى الجانب المتعلق بالتحرر من الضغط بالنسبة للاعبين، لأننا كنعرفوا أن مباريات كأس العالم تعتمد على هذا الجانب بشكل كبير، ربما يتجاوز 50%، لأن المنتخب اللي كيكون أكثر استعداد ذهني واللي كيكون حاضر يوم المباراة هو الذي يصنع الإنجازات. سنلعب أمام منتخب كرواتيا، نعرف قيمة هذا المنتخب الذي كان هو وصيف نسخة روسيا 2018، لكن في نفس الوقت المنتخب الوطني المغربي يملك الإمكانيات، يملك فسيفساء من الخبرات، سواء تلك الخبرات القادمة من إنجلترا، من إسبانيا، من ما هو محلي بالمغرب. نتمنى المنتخب الوطني المغربي أيضا أن يستفيد من الأجواء الحاضرة هنا على مستوى التشجيع وعلى مستوى حضور الجماهير العربية والمغربية التي ستساند أسود الأطلس في مباراة كرواتيا. نعلم أن هذا المنتخب لديه إمكانيات كبيرة، لكن في نفس الوقت هو منتخب يعني يشيخ مجموعة من الأسماء متقدمة في العمر. العناصر الوطنية قادرة على يعني إنهاء هذه المباراة القفل بنتيجة إيجابية. كما يعلم الجميع أن القرعة أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة صعبة تضم وصيف البطل اللي هو بلجيكا والمتأهل لنصف نهائي كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب كندا والذي لا يمكن الاستهانة به. كما يعلم الجميع أي منافسة سواء قارية عالمية كنشوفوا وجه اخر لكل المنتخبات، يعني حسب الاستعدادات، حسب التهيئ النفسي، ايضا الاجواء، كل هذه عوامل تساعد في ظهور مستوى يعني ممكن احسن للمنتخبات واسوأ للبعض الاخر. كتبقى دائما الحظوظ قائمه رغم صعوبه المباريات، ولكن كيف ما تابع الجميع البارح في مباراه المنتخب المصري مع المنتخب البلجيكي، يعني انتهت يعني بهزيمه المنتخب البلجيكي، يعني ما على حسب مجريات اللعب يتضح ان ما كانش بداك الخوف اللي كنا كننتظره، ولكن تبقى مباراه وديه لا يمكن الحكم عليها بشكل نهائي. يعني في المباريات الرسميه غادي نشوفوا تشكيل اخر، نشوفوا خطه ونهج تكتيكي اخر، ولذلك انا كنقول بان عندنا حظوظ ممكن نحققوا شي حاجه، الله اعلم. هذه المنافسه تعتمد على الشحن النفسي، وكنظن ان وليد الركراكي الناخب الوطني نقطه قوته هي تحميس لاعبيه لاداء افضل.